علينا علم من القراء، قارئ إزعي وابن قارئ معلم، ومن النجباء فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة المقيم بمدينة التل الكبير. نشكر إلى فضيلته، وأشكر لصاحب الفراشة الكبرى حج سامي محروس الصغير، وأشكر لصاحب الهندسة الصوتية الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده، ومصورين الليلة حاج محمد عبد الجليل. أشكر للقارئ الكبير شيخ حلم الجمل اللي شرف في السرادق بره وقال ما هدخلش المضيافة إلا انفتحوا ترجع. شيخ حلم الجمل والشيخ محمد يحيى الشرقاوي جالسين بره، ما قال ما ندخلش الا انفتحوا لنا طرقه. كذلك سيدنا الشيخ عبد العاطي. يا عم خلاص يا عم، طيب ماشي يا عم، يا عم شو بدنا نتكلم، كله رويس. من المبتهلين معانا كثيرين. اقعد يا شيخ عبد الناصر، انتظر الشيخ عبد الناصر، انتظر يا عم. من المبتهلين معانا ناس مشهورين في الإذاعة دايما متبوعين، وفي الأمسيات بيخلونا منسجمين. شيخ أحمد عبد الفتاح البشتيني، والشيخ شعبان عبد الجيد، والشيخ محمد عبد السلام. لكن الشيخ علي الحسيني اللي غضبان، لكن والله هو من محبيني وصوته بيشجيني. يتفضل الشيخ علي الحسيني، ربنا يهديه ويهديني ويصلح اللي ما بينه وما بيني. اقول كمان يا حسيني، وربنا يهدي سره ويديله اللي في باله ويكتر له عياله. يتفضل مشكورا الشيخ علي الحسيني، متضرعا الى الله، واياه نصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعزاء، لو سمحتوا، لو سمحتوا الصوت شوي، الصوت شوي لو سمحتوا. أخوانا 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 فضيلة الشيخ، لو سمحتوا أنا عاوز يعني نقعد كده، وإحنا كلنا جايين قدوة، ومهما عملنا من واجب مش يجي قطرة قطرة في واجب الشيخ مما أداه في أنحاء الجمهورية والعالم. إخوانا عاوزين نقعد وننصت ونستمع لإخوانا القراء بكل احترام، لأننا كلنا جايين الدوائي. يجب علينا أن نسمع القارئ اللي بيقرأ أو المبتهل بتدبر حتى نص. مش عاوز، أنا عاوز كل واحد يقعد نفسه وسكت نفسه. إخوانا صلوا على الحبيب. الحقيقة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب كان صديقا حبيبا والدا لنا كلنا. فالحقيقة عاوزين كلنا نسمع ونقص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وارحم يا ربي شهداءنا واشف مصابنا متوفانا واكرم منزلانا. اللهم انصرنا على بالصبر إلا حمدتم من لم يأجب بالصبر إلا
أبشر يا عم الشيخ شبيب، أبشر يا عم الشيخ شبيب، أنت في روضات الجنة، أبشر 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 وأنت في الجنة لأنك من أهل القرآن. أبشر أبشر رحمة Yeah.
الصلاة على الحبيب نوح، الصلاة على سيدنا النبي نوح، واللي يصلي عليه ربنا يضمن له الجنة. سمعني الصلاة على الحبيب. يا سيد السادة، يا سيد السادة، صلي صلي بن 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 شو